وقد تابع السفير المصري عملية الاقتراع التي شهدت إقبالا كبيرا، حيث وفرت السفارة للناخبين أجواء مريحة تساعدهم خلال طوابير الانتظار. ورفع الناخبون المصريون كذلك صورا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. تعال سعد افتح، تعال بقى السفير والسلك الدبلوماسي يباشر الانتخابات من الخارج، ويمر رجال السفير على الناخبين وعلى والسلك الدبلوماسي طبعا بيتابع عمليه